السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيمز شيفت في معدن. نعم عزيزي المتابع، مهم. أول شيء إذا جيت في هذا المكان يا عزيزي المتابع راح تجد خريطة أسطورة الأميرة البحث عن كنز. طبعا مكانها يا عزيزي المتابع هنا في هذا المنطقة بالضبط. طبعا هذا شوي طويل اللغز صراحة، أو شوي طريقة الوصول. ليش؟ لأنها غوص. أول شيء يا عزيزي المتابع انتبه من القنديل اللي باللون الأصفر مثل ما انت شايف القنديل هذا، فحاول إيش إنك تتخلص منه في حال إنك إيش بديت الغوص. أول ما ننزل يا عزيزي المتابع راح تجد هذه الفتحة أمامك، فيه رسالة تحت، إذا تبي تقراها اقراها، ما تبي تقراها هذه حريتك يا عزيزي المتابع. طبعا انا حاولت اسجل المقطع مرتين ضيعت الاماكن يا عزيزي متابع، فحاول انك الله يسعدك تدقق. في رساله هنا للي يحتاج يقراها، وبعدها يا عزيزي متابع هنا ما يحتاج غوص، المركز الطريق الثاني ما يحتاج غوص. وش الهدف؟ الهدف الوصول فوق، الهدف الوصول للاعلى. بعد ما نجي هنا يا عزيزي متابع تتسلق، تجي من هذا الطريق الجميل. شوف اصلا هي تعلمك انه، او هو يعلمك على حسب الشخصية انت اخترت، انه ايش انه كبير، انه كبير. طبعا هذه القناديل، طيب هن ثلاثة هنا والرابع هذا، حاول انك تقتلهم. بس اول ما تنزل الموية يا عزيزي متابع شايف الفتحة يسارك هنا، على طول تخش مع الفتحة يسار، تخش بهذه الطريقة مثل ما انت شايف الفتحات واضحة، لكن الإشكالية إذا لفيت يمين أو يسار وتوهقت. الشيء الثاني شخصية ما فيها نفس، ما أدري يبوني ألبس نفس، يبوني ما أدري وش يبوني أسوي. اطلع اطلع فوق، اطلع فوق، طلعنا فوق. أول ما تطلع فوق عزيزي المتابع واضح الطريق. طبعا إذا رحت مع الطريق هذا شايف عزيزي المتابع هذا الطريق تلوت فيها الصندوق اللي قدامك فقط، وارجع بعدين تعال مع الطريق هذا، لا تكمل بوجهك، لأنك لو كملت بوجهك راح تبدأ من جديد. تجي مع الطريقة هذه، في رسالة إذا تبي تقراها، إذا ما تقاريها طبعا هذا على طول واضح هنا يبيك تغوص في الأعماق هذه. راح تجيك فتحتين، فتحة يسار وفتحة يمين. فتحة اليسار تدخل وتلوت بعدين ترجع وتعال مع فتحة اليمين، طبعا صندوق عادي. الفتحة اليمين هي المهمة بالنسبة لنا يا عزيزي المتابع. طيب نجي الآن وانتبه من القناديل، ترى على طول دمك يروح على طول، على طول وفاة. أول ما تجي هنا يا عزيزي المتابع، وفي طريقة ثانية، في طريقة ثانية أفضل لك يا عزيزي المتابع، أنك تجي مع من هنا بعدين اذا تبي تروح للجهه اليسرى بعدين تنزل من هنا، راح تحصل في مو صندوق معدن وما ادري ايش، تلوته بعدين ترجع من هنا اذا تبي، اذا تبي، اذا ما تبي كيفك. اذا جيت من هنا يا عزيزي المتابع اطلع، بعدها كمل الين ما تجي عند الجثه هذا، راح تقرا رساله يقول لك ان الامير وما ادري ايش، ارفع راسك راح يكون الخطاف شغال. طيب طيب هذا هو اكيد، هنا ننزل هنا عزيزي المتابع من الخطاف، اذا شالك تنزل في هذه الجهة على طول. شايف نكمل الان الطريق وبعدها راح تصل الى هذا الصندوق يا عزيزي المتابع. هذه الاميرة وعطاك طبعا، انا منصدم من اللي عطانا يا عزيزي المتابع لاني ما فكيته قبل اصور، لكن بيشوف وش عطانا. يرجى الاتصال، ما بيه ما بيه، دقيقه بنراعي وش عطونا. لا هذا اخذته قبل وهذول اخذتهن قبل، دقيقه دقيقه. هو عطانا زي ما تقول السلسله او حاجه زي كذا يعني، دقيقه مثلا، لا مو هذا، مثلا هذا اكتب فحص، اعطانا هذه يا عزيزي المتابع. لا هذه اخذتها انا، والله ما ادري، بس اعطانا واحده من هذولي يا عزيزي المتابع. ان شاء الله بشوفها بالمقطع وراح اعلمك وش اعطانا ان شاء الله. طيب دقيقه، لو رحنا للشكل الثاني اللي هو هذا، اي هذه الالوان. طيب الحمد لله اللي ما استخدمت الالوان. وبس هذا بالنسبة حل لغز صندوق الأميرة. طبعا هذا ترجع
ترجع لنفس الماء وترجع لنفس البداية. وهذا وجه الأميرة يا عزيزي المتابع.